السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش ندير شليطة ولا حميس، كاين اسمها حميس، ندير شوية زيت الزيتون وندير فيه حق حبة طماطم مرحية، نطليها مليح. وفي الوقت اللي راهي تتقلى الطماطم، هذا فلفل مشوي شويته شحال فلفلات، 5 فلفلات شويتهم وقشرتهم ونحيتهم الزريعة، نقطعهم مارس خفاف هكا باش نزيدهم. سيبا هكذا راه عاجبني، هكذا كي تقلب مليح الطماطم ندير الفلفل هذا. نزيدو شويه ما باش ما يتحرقش، ونقص النار، نديرها نار خفيفه ونخلي. نزيدو على فكره نص كاس نخلط ونشوف. نزيد اكثر شوي، هكذا ولات كاس غير ربع، ونخليها حتى نطيب، نقص ونخليها حتى نطيب، نسكر عليه ونخليه هكذا. خليتها 8 دقائق ولا 10، نزيد لها 4 مغرفة تاع ملح، نحرك، نزيد لها 2 بيضات، هاد 2 بيضات نمشيهم شوية هكا. نزيد رشة خفيفة تاع ملح على حساب البيض، رشة خفيفة برك، ونزيد نخلي البيض هذا كيطيب برك، ونزيد لها زيت الزيتون، نزيد لها شوية زيت الزيتون، هكا نحب نزيد نخلي زيت الزيتون يزيد يطيب معاها ويولي